بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. أأدهن رأسي أم تطيب مجالسي، وخدك معفور وأنت سليب، غريب وأطراف البيوت تحوطه، ألا كل من تحت التراب غريب، وليس حريبا من يصاب بمالي، ولكن من وارى أخاه حريب. أبكي على الحسن المسموم مضطهدا، أم للحسين لقا بين الخميسين. أبكي عليه خضيب الشيب من دمه، معفر الخيد محزوز الوريدين. أيهدى إلى الشامات رأس ابن فاطم، ويقرعه بالخيزرانة كاشح. سامحوني. وشيبته مخضوبة بدمائه، عفى يم الحزن قلبيك يتحمل دواه السود. جدك وامك وعودك، واليوم الحسن مفقود. اول هم فقد جديك، العلى فقده كثر هميك. ثاني صواب يوم الباب، ذاك الكسر ظل عميك، ودمع عودك بالمحراب أجرى من الجفن دميك. وجاك صواب أخوك اليوم الحسن، يا أخت الحسن مظلوم، قضى لكن قضى مسموم. أرجوك اسمع هذا البيت. قال حسين يا زينب، الله يساعدك يا اختي، شبد الحسن من شفتي يا اختي ما تحملتي، بيك شلون لو شفتي عصى الطاغي على شفتي. وإماما بيك شلون لو شفتي عصى الطاغي على شفتي، صاحت ريتني عميه ولا ظلني لذاك اليوم. أيها السادة، أيها المشايخ الأجلاء، أيها المؤمنون، إمامنا الحسن مظلوم بأبي وأمي. اليوم شهادته، مظلوم في حياته، مظلوم بعد وفاته. إحنا نصيح الحسين مظلوم، لكن روح زور الحسين، شوف القبة الذهبية، شوف المنارات، شوف الصحن، لكن روح زور إمامنا الحسن، قبرك هو ما تتراب بأبي وأمي. والله شمعة ماكو على قبر الإمام الحسن روحي فداء. أنا أقرأ حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، أنتم كيفكم بعد؟ يقول النبي روحي فداء من دمعت عينه على مصاب ولدي الحسن، لم تدمع عينه يوم تدمع العيون، ومن حزن قلبه على مصاب الحسن لم يحزن قلبه يوم تحزن القلوب، ومن زار قبر ولدي الحسن، اللهم ارزقنا زيارته، لم تزل قدمه يوم تزل الأقدام. اليوم الإمام صائم بأبي وأمي، أفطر على ذلك اللبن المسموم،
جعل يتقيأ كبده ودمه في الطشت. يما الحسين من فعل بك هذا؟ أقتله قبل أن أدفنك. قال بالله عليك لا تهرق في أمري ملأ محجمة دما، أريد قلبك يمي. وإذا بالباب يطرق، صاحوا من الطارق، صاحت أنا الفاقد أمي وبي، وأنا الجاية عاف لخي. سمع الصوت الحسن عرفها زينب، قال لي يا حسين وخر الطشت علي، يا ردان خواتي ودع عالحسين لما انطبت اخته وبالطشت شافت كل جبته، صاحت يا حسين اخيك شنو عملته. هنيئا لكم اجركم على الزهراء. ثم غمض امامنا عيناه، يا الله مد يديه اسبل رجله، وقضى امامنا لحمه، رحم الله من نادى واماما، بيت المجد والجود ينعم، مات الحسن قومون شيع. خوش دمعة ما ودي اختم. جابوه القبر جدة بني هاشم يزورونه، صاحت يا بني هاشم ببيت لا تدفنونه، ابو فاضل جذب سيفه وتنخى وغارة عيونه. من شاف النبل يعصف من جيش المرى ومروان، شال حسين عيناه ليه قال اصبر يا ابو فاضل، ابا الفضل ليس هذا بيومك، لك يوم اعظم من هذا اليوم. ايها السادة الكرام، اليوم 7 صفر شهادة الامام الحسن، وفي مثل هذا اليوم خرجت عائلة الحسين من الشام، مشوا مسافة، اجى الدليل للإمام، يا ابن الحسين هذا طريق إلى المدينة، اكو طريق ثاني إلى كربلاء، من أين نجعل طريقنا؟ زينب سمعت، قالت يا ابن أخي قل للدليل فليعرج بنا على كربلاء، احنا يوم 11 ما خلونا نودع الحسين، يوم 11 ما خلونا نودع العباس، اليوم توجهوا إلى كربلاء. يا نازلين بكربلاء لعندكم خبر بقيت لنا وما أعلمه، زينب تنادي على قبر حسين دلوني أشجي لحالي وقل أسود نبتوني، أولي جند غايبة وأسالي فيتك، 40 ليلة فارقيتك، أشوب اللحد يا ابن أم لقيتك، ما غسلوه ولا لفوه في كفن، أفاطم لو خلت الحسين. يا الله يا الله، مجلس الإمام الحسن، مجلس الحسين تحت قبة الحسين. اللهم عجل لوليك الفرج في عافية، اللهم أعتق رقابنا من النار. السادة العلماء، المشايخ الأجلاء، هذا الجمع الكريم، اللهم من كان في مجلسنا طالب حاجة اللهم اقض حاجته، مريضا أو عنده مريض من على مرضانا بالعافية، اللهم وفق المشتغلين للعلم والعمل الصالح، اللهم وفقنا لخدمة زوار الحسين عليه السلام، اللهم اجعل هذا المكان عامرا بذكر أهل البيت، اللهم احفظ الزوار، اللهم احفظ المواكب، خدمة أبي عبد الله، ادفع عنا وعن المؤمنين كل سوء وبلاء.
اللهم أيد وسدد واحفظ علماءنا الأعلام أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها، اجعل كلمتهم العليا وكلمة أعدائهم السفلى. إلى أرواح علمائنا الماضين، إلى من مات على الإيمان، إلى شيعة أمير المؤمنين والشهداء وباب الحوائج أم البنين، الفاتحة مع الصلوات. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. جاء في جملة ما كتبه إمامنا الحسين صلوات الله وسلامه عليه إلى أخيه محمد بن الحنفية: إني لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا مفسداً ولا ظالماً، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدي وأبي. صلى الله عليك يا أبا عبد الله. الكلام حول النهضة الحسينية متشعب وله جوانبه المتعددة، ولكن الذي أريد أن أقوله من الآن باختصار: تارة يبحث عن القضية الحسينية بحثاً هو أقرب إلى التاريخ، مثلاً يبحث ما هي عوامل النهضة الحسينية، لماذا نهض الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، أو ما هي النتائج التي ترتبت على هذه النهضة، أو لماذا حمل الإمام الحسين عليه السلام عياله وأطفاله معه إلى كربلاء، وغير ذلك من أبحاث التي هي أقرب إلى الجنبة التاريخية. ولكن نحن كمبلغين، هل المناسب أن نعرض مثل هذه الأمور؟ كلا، هذه لا ترتبط بنا كمبلغين، وإنما المناسب لنا كمبلغين أن نبين للناس ما يربطهم بيوم الحساب، بيوم القيامة، يقوي ارتباطهم بذلك اليوم. هذه هي القضية المهمة التي يلزم أن نسير معها كمبلغين. نحن ذهبنا ونخرج كمبلغين لا كخطباء وأصحاب منبر، فالجنبة التبليغية لا بد من ملاحظتها، وذلك بتقوية ارتباطهم بالدين والتأكيد على مسألة الحساب ويوم القيامة. الإمام نهض لماذا؟ الإمام الحسين هل كان يريد دنيا؟ لا، وإنما كان يريد الآخرة، هنالك يوم نجتمع فيه جميعا، إنه يوم القيامة. وقد أكد القرآن الكريم
على هذا المعنى في مواطن متعددة من قبيل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. القرآن يؤكد على ذلك اليوم، وإذا استذكرنا ذلك اليوم نسير على السكة بشكل جيد آنذاك. فوظيفتنا نحن هذا تقوية ارتباطنا، ارتباط الناس بيوم الحساب ولفت نظرهم إلى ذلك. وفي آية أخرى نقرأ الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. في آية ثالثة نقرأ وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم حسيبا. وفي آية الرابعة نقرأ ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. تعالوا إخوتي وأعزتي نقوي ارتباط الناس بذلك اليوم. إذا ربطناهم بذلك اليوم سيرتهم صارت جيدة. فمثلا وكيف نربطهم بذلك اليوم بعد ما أن نبهناهم على وجود مثل هذا اليوم العسير نؤكد على الأمور التي هي ركائز في الدين. واحد من تلك الأمور الصلاة، التأكيد على مسألة الصلاة. الناس كثير الصلاة لا يضبطونها، تشوف اطمئنان ما موجود عند الركوع لما يأتي به نصفه هو منحني ونصفه أثناء رفع الرأس وما شاكل ذلك. ذن مواطن الخلل في الصلاة نأكد عليها، نوضحها للناس بحيث تكون صلاتهم صلاة صحيحة. والإمام الحسين صلوات الله عليه كان مهتماً في ذلك اليوم بالصلاة، وقف هو وأصحابه لأداء الصلاة. إذن التأكيد على الصلاة مهم، والتأكيد على تفاصيل الصلاة لكن طبيعي لا تبينوها بشكل مفصل، لا لا، النقاط الضعف الذي موجودة عند الناس احنا نحاول نسيطر عليها ونبينها ونحاول أن نجعلهم يؤدون الصلاة بشكلها الصحيح. هذه واحدة من القضايا التي ترتبط بنا كمبلغين، نحن خرجنا كمبلغين. واحد ثاني، قضية ثانية في هذا المجال قضية الزوجة والأطفال والأولاد. في الزمان السابق الزوجة كانت تحافظ على نفسها. أنا كنت صغيراً سايفة السايفة هماتي، كان أكو جيراننا عندهم بيت البوشهري يسموهم، عندهم تعازي أنا كنت أروح. أكو شيخ يرتقي المنبر اسمه شيخ عبد علي، كان يوم الطباق يشوف ثوبه يقول أنا والدي، أنا أسمع قاعد أنا ذاك الوقت عمره 10 سنين 12 سنة وأسمع عنه يحكي،
يقول أنا والدي طبينا في عقد الخمايسي. عقد الخمايسي من الأشقة في منطقة العمارة في النجف، لأن النجف تنقسم إلى أربعة أقسام، واحد منها منطقة العمارة. في منطقة العمارة دارنا إحنا كان دار والدي قدس الله روحه الشريفة، وأكو عقد يسمونه عقد الخمايسي. يقول أنا والدي طبينا دخلنا في عقد الخمايسي، بس ما طبينا في نهاية عقد الخمايسي شفنا فرد مرة جلست على القماميزة على الأرض. عايش بيها إحنا، يقول احتملنا ولادة أكو عندها أو. سرنا يقول أنا ووالدي بس ما عبرناها، وإذا هذه قامت وهي تسير على أحسن ما يرى. تبين أنه لم ترد هذه المرأة أن يرى شخصها وقامتها. هاي نساء ذاك الوقت هجتان، هو الآن الرجال هاي هم تكون يكون ينبه عليها الكثير الكثير. الرجال في شارع الرسول عند أمير المؤمنين هو وزوجته وهي مرتب، ليش هذا شنو ليش؟ أو بنته على أحسن كذا هم معه. الغيرة ذهبت إلى الدين، دين سخليه على جانب، لكن الغيرة هم ذهبت. تبين هذه هم مسألة لابد أنتم أعرف كيف تبينوها وكيف تحثون الرجال على حجاب عوائلهم، وهكذا حث النساء على ذلك. هذه أما قضية مهمة وطبيعية، هذه مسؤولية، مسؤولية أنا كزوج كأب مسؤول عن حجاب زوجتي وبنتي. القرآن الكريم ماذا يقول؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم وهم ويفعلون ما يؤمرون. تبين إذن الآية تأكد هو أنفسكم وأهليكم، يعني أنا مسؤول عن زوجتي وعن بنتي، وأنه أتركها هكذا. هذه قضية مهمة. قضية أخرى أيضا ننبه جميع المؤمنين على الاستعانة بالله عز وجل. احنا في ظرف صعب أخوتي وأعزتي، صحيح الحمد لله الله عز وجل من علينا بنعمة الأمان، الآن بالليل ننام بالبيت الحمد لله ما خايفين، هاي ما أكبرها من نعمة، اللهم أدمها علينا، وقاعدين هماتهم هذه الوجوه الطيبة أو ما خايفين. ذاك الوقت تلك الفترة كنت هيجي أرجي شلون أمشي في الزقاق في العقل، شلون أسير أخاف أن يجين منا ومن أنا. وبالفعل شو مرة لزموني على أي حال. الآن نعمة الأمان نحن فيها، فلا بد وأن ندعو الله عز وجل يعيننا في جميع أمورنا، حتى الذي عد بنات عد زوجة عد أمور أخرى يستعين بالله، يا ربي أنا ما أقدر، أنت أعني على تربية أولادي بناتي زوجتي نفسي. هذا طلب الاستعانة من الله عز وجل شيء مهم. القرآن الكريم هم يؤكد لي وين في أي آية؟ وإلا تصرف عني كيدهن. يوسف عليه السلام يقول لله عز وجل وإلا تصرف عني كيدهن
أصبو إليهن أروح ناطرفي وأكن من الجاهلين. يعني دائما إلزم إيدي، ترى أنا وياكم ما تتشي، أنا لما هسه صعدت من نانين هم يكون أطلب من الله عز وجل شنو؟ أصعد المنبر مثلا، يا ربي إلزم إيدي ساعدني. تذهبون إن شاء الله للتبليغ، دائما أطلب الاستعانة من الله عز وجل. لا تقول لا أنا محضر الموضوع كل زين مرتبة وهذا إلى آخره، لا خطأ هذا. القرآن الكريم يؤكد على مسألة هذا، غرور، غرور بالنفس خطأ كبير فاحش. هذه قضية من القضايا، وقضية أخرى أيضاً أنبه عليها، التنبيه على أنه باب التوبة مفتوح للجميع. إذا واحد صدر منه ما صدر، المرأة، البنت، أنا، أنت، صدر منا ما صدر، الله تواب الرحيم، يلا نتمكن أن نتوب. إذا واحد خلاف القانون الوضعي ارتكب شيء، يقدر يقول بويا بطلت بعد امشي زين، يقول تعال تعال يكون نسجنك احنا كم يوم او كم شهر او كم سنه. اما مع الله عز وجل اذا تقول له يا لكن بكلام صادق بقلب صادق اغفر لي وتب علي وتجاوز عني. وطبيعي اذا اكو امور قضاء تحتاج كفارة، تحتاج ذنب أفعل، الله يتوب. وهذا المعنى يؤكد عليه القرآن الكريم، تراه يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. احنا عندنا القنوط من رحمة الله من الكبائر. لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ما اكتفى القرآن الكريم بهذا، جميعا يغفر الذنوب جميعا، ما اكتفى، إنه هو الغفور الرحيم. لكن طبيعي بشرطها وشروطها، توبة صادقة كفارة يدفعها إذا كان المورد كفارة أو إلى آخره. هذه قضية أيضا ينبغي الالتفات إليها. وقال أيضا عز من قائل في مورد آخر ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ايش قد الطرجة هذه؟ فإحنا الشباب البنات نقول لهم بويا تعالوا، الله كأنه قاعد يقول تعالوا صيروا خوش وادموا توبوا أنا أتوب عليكم. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في نهج البلاغ له كلام يقول ألا وإن اليوم المضمار وغدا السباق والسبق الجنة والغاية النار. شنو هذا الكلام من أمير المؤمنين؟ ذهب أرقى من الذهب. ألا وإن اليوم المضمار، إضمار الإبل كان معروف، إضمار الفرس عند العرب ذلك الزمن إذا يردون يحاربون الفرس ماذا ما يطوها كل زايد، وإلا بطنها الصيد ثقيلة وما تتمكن أن تسير وتركض بشكل جيد، فيضمر بطنها بتقليل أكلها. فالإمام يقول الدنيا الآن، الدنيا التي نعيش فيها نحن، لا بد وأن نفعل ما نستعين به لآخرتنا. يوم المضمار نفرغها من الذنوب بالتوبة. إذا تاب المؤمن توبة صادقة، وحرض الناس على التوبة، خليته
الشباب البنات وهكذا، الله يتوب عليهم. ألا وإن اليوم المضمار وغدا السباق الزين يركض إلى الجنة، والذي عنده لا مشاكل لا، هذا الركض بعد السباق ما موجود. ألا وأن اليوم المضمار وغدا السباق والسبق، سبق الجاهزة، الجائزة الجنة. جيد، هذا يقوله مولانا أمير المؤمنين. أكو فرد شيء بعد أنا أريد أن أنبه عليه، كان البناء ما أتكلم زايد بس تجاوزت السبعة للحاكم، أعفو عني جزاكم الله خير الجزاء. فرد شيء بعد أكو أقول أن أنبه عليه، الفترة إذا الله هاي الناس من نبه من حرفهم حتى أن يصيروا صالحين، إذا صرت نخوش وادنا إن شاء الله ما تنصير غيبة لساننا نحافظ عليه، صلاتنا صومنا النظر إلى المرأة الأجنبية نتجنب عنه وي 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 إلى آخره. خوف الجزاء شي يصير الجنة إن شاء الله بعد الجنة. هقول لك بالجنة شقد نبقى؟ 50 سنة، 100 سنة، 1000 سنة، 1,000,000 سنة، كلا كلا كلا، كل باطل. أهل النار أجارنا الله وإياكم هم فيها خالدون، هاي في من؟ أهل النار. أما أهل الجنة مثلكم أمثالكم، وإن شاء الله أنا أجلل فيكم بحول الله وقوته نفوس في ذلك اليوم، ويرضى عنا الله عز وجل. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، عن النار لا يسمعون حسيسها. هذا الصوت الذي ذول المجرمين يعذبون وأصواتهم لا ما كل ما يسمع، لا يسمعون حسيسها. تشنو تشلون؟ وهم فيما اشتهت أنفسهم، ويا الحوريات في الجنة شو تريد تسوي سوي بعد، هم خالدون. نسأل الله تبارك وتعالى بحق محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين أن يرزقنا الجنة مع محمد وآل محمد بغير حساب. اللهم صل على محمد وآل محمد.